الاهلي النهارده كان اكيد يا كابتن محمد بيلعب قدام منافس ضعيف، خلينا واقعيين، اوكلاند منافس ضعيف، بس الاهلي النهارده برضو عمل اداء حلو على مدار ال 90 دقيقه، يعني على مدار ال 90 دقيقه كان واقف على رجله كويس، تكتيكان كويس، فرديا اللاعبين معظمهم كانوا هايلين النهارده، زي الاهلي ظهر النهارده بالشكل الحلو ده. اولا انا مش هقول المنافس ضعيف، انه اداء وصل كاس العالم يبقى منافس كويس. ماشي. تمام؟ تمام. بينا وبين بعض ممكن نشوف ان الفرقه مش بقوه نادي الاهلي. طبعا. لا دفاعيا ولا هجوميا ولا كواليتي لعيبه او عناصر لعيبه كمان، انما انا بقول اداء وصلت لكاس عالم انديه ده فرقه كويسه، ايا كانت هي جايه من دوري ايه. انما انت تتكلم على الجمال وحلاوه نادي الاهلي فعلا. حيل. تنظيميا الحالات الدفاعيه وانتشار اللعيبه في الحالات الهجوميه فوقان اللعيبه مدى استجواء يعني مدى استعابه اللعيبه للمدير الفني. الراجل لا جه طور بشكل كويس جدا جدا بدليل يعني انت بتتكلم النهارده بتلعب 4-3-3. صحيح. حمدي اساسا بقالك فتره حمدي بيكمل في الكرات العرضيه مش عارف ايه في القرانم في الثوابت، انما ان انت تلاقيه الكره شغاله احيانا على طول جوه الصندوق دي جديده. صح. دي حاجه جديده. ده كان السنه اللي فاتت بيلعب مدافع بالظبط بيلعب ثالث بيلعب ثالث عشان يبدا بالهجمه من تحت وبيطلع بيها. صح. انما السنه دي لا الراجل عمل حاله في وسط اللعيبه طور من اداء اللعيبه فعلا زي ما الاستاذ الافاضل قبلينا كانوا بيتكلموا حته العدل والمساواه فعلا باينه واضحه بين اللعيبه ما عندوش مشكله دلوقتي. يعني ممكن نكون بختلف مع حسن بس في حته ايه ان هو محتاج فرود. لا هو مش محتاج فرود. مش محتاج. لا 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 لا. بدليل محمد شريف بقاله قد ايه غايب جاب جونين في نادي الزمالك. صح. كهربا بقاله سنه وكسور مش موجود. جاب جولين وثلاث اسيستات. جولين وثلاث اسيستات. في ثلاث مباريات. في ثلاث مباريات. مش ثلاث مباريات لعبهم كاملين كمان. مش كاملين كمان، فانت مش محتاج، لا انت فعلا جبت احتياجاتك المطلوبه حتى في يناير، جبت بكره، جبت خالد صفقه كويسه جدا، جبت مروان عطيه صفقه كويسه، وجبت كريسبو لسه هنشوفه بس برضه كواليتي لعيب جاي من الدوري التونسي وجاي من نادي كبير. صح. فاكيد كواليتي لعيب كويس. لا وانت عندك كمان احمد قندوسي ده لسه نص ملعب حاجه محترمه. صح. فانا بكلمك احتياجات نادي الاهلي لا هم عارفين بيعملوا ايه وبيشتغلوا بمنظومه كويسه وبيشتغلوا صح. انما انت تيجي تتكلم النهارده فرقه محترمه واقفه على رجليها بدنيا خلال 90 دقيقه انت متحكم في الجيم في تدوير اللعب في حتى انتشار اللعيبه اللعيبه بتدافع بشكل كويس ودي الميزه من مميزات نادي الاهلي السنه دي. النادي الاهلي من اقوى يعني من اقوى خطوط الدفاع في الدوري المصري يسعى على ذلك حتى في الماتشات الخارجيه النهارده يعني الا ما رحم ربي ايا كان احنا اتكلمنا على مستوى الخصم لا النادي الاهلي دفاعيا واقف بشكل كويس انتشاره واقف بشكل كويس اللعيبه النهارده في احسن حالاتها ان كان حسين يعني حتى لما بنتكلم على الثلث الهجومي الثلاثه اللي فوق عندهم اريحيه ما هو من مين الثلاثه بتوع نص الملعب عاملين حاله صح. محترمه صح ما يعني حته طرق اللعب بالاخص بتختلف حته ان انت بتلعب 86 دي بتدي اريحيه اول للثلث الهجومي صح على طول الزياده العدديه جايه مش من الاطراف كمان جايه من الاثنين كان السليه او حمدي فتحي ولو السليه وحمدي فتحي ما زادوش على طول طول الوقت طول الوقت اساسا هم بيفضلوا للطرفين صح. ما انت جاي الزياده دي ما انت جاي فاضي ما حدش شايفك فانت بتدي اريحيه لمين لحسين وحسين حتى يعني الفتره الاخيره بدا يرجع حسين شحات فعلا أيوة. تنويع اللعب أيوة. بدا يتحس انه ده مره لبره مره لجوه بقى عنده اريحيه وبقى عنده حتى الرؤيه هو فعلا من افضل الناس تطلع الكره من رجليه سليمه من بيعرف يوصل الكره بشكل كويس قوي لزمايله لا فالنادي الاهلي النهارده مختلف تماما لا صح.